اليوم راي جابس على وضع الاقتصادي ككل في البلاد ككل، رانا مناش شوي عنا المجمع الكيميائي وعنا الشركات المنتصبة هنا كلها راي ثقلها كبير حتى على مستوى وطن. اليوم الناس كل مربوط بخلاف الغاز، الغاز الناس تنادي ولايات أخرى حتى احنا راهو أهلينا في جابس بلا غير غاز، هذه الناس تحتاج ودير كذا ما همش خير من أهلي جابس. اليوم الناس في جابس طيب على حسب وقاعدين الناس الدعم في الخيانة هذا باش يتحل جيه، ومناش مش ندخل في الشعبوية ولا في الكلام وما نحبهاش، يعني كلمة مشابهة للكمور هذا يا خراف، ما أنا حتى مقارنة ما بيننا وبين الكمور.